rather you are present than me. Please welcome Mrs. Putnam. فكتبت عنها انها اغنى امراه في مصر.
وبعدين السنه اللي فاتت كل سنه فضلت اكتب بقى من ساعه ما عرفتها 7-8 سنين. اخر مقاله لها مني لها على جواز سنه 2018 عنوانها ايه بقى؟ مش اغنى امراه في مصر، اغنى امراه في مصر وافقر امراه في مصر. لان كنت مره مع ميس الحديدي بنتكلم عن المراه وحقوق المراه ومش عارفه ايه، وبعدين في جروب كده واتساب اسمه يوسف الليز الكرام ولا كرام بتاع مصر بقى ستات الاغنياء قوي، وما تفهمش ازاي انا في وسطهم حطيت غلط حد زرقاني ما تخصه فساعدتك في الوسط يعني على مشمالي جدا وكده. فالنساء دول واحده كلمتني منهم قالت انا كذا كذا انا ظروف بيوتي ليديز تعرفيني وكده اهلا وسهلا بيكي، قالت لي انا عندي مشكله ضخمه عايزاك تعرفيني مع رئيس الحكومه. قلت لها قوي انا يعني جوزي مات ميراث ما لقيش منه الا مش عارف 15 مليون والباقي كله اخذوه الناس. فقلت لها انا رايك انت مش عارف في مشكله يعني؟ قالت لي مش عارف اواخد. قلت لها انت عارف الشارع يعني عندي كان قالت لي انا ده اول الفيلا بتاعتي وسووا لي شاليه ما اعرفش في الساحل وبتاع والباقي كله خدوه. فقلت لها يعني طيب طبعا انا مفهومي على بشكل مختلف عايز اقبض على المشكله عشان فقالت لي مشكلتك هي دي مشكله انا ظلمت جدا وما اعرفش ايه بتاع. قلت لها يعني طيب انت عندك دخل عندك كده هذا الشيء مش قادره استوعب. في المهم في الاخر وصلت ان هي مش ساتسفايد بالميراث بتاعها وحاسه انها ظلمت وعايزه انا اتكلم عنها. قلت لها اوكي انا هرد عليكي في مقاله. انا بفكر بقى. طبعا كتبت مقاله ما جبتش اسمها طبعا انا حتى ناسي اسمها بس خلصوني فعلا الحاجه في حاجات بتقع عندي فلتر كده يعني. مقاله اسمها اغنى امراه في مصر وافقر امراه في مصر واتكلمت عن الست مبسوطه كالعاده كل سنه واتكلمت عن هذه المراه في مصر اسمها وقلت ان دي اغنى امراه في مصر والست الثانيه المعلومه هي افقر امراه في مصر. ست مبسوطة دي غيرت نظرتي لعمر، أنا كان عندي مشكلة ضخمة كل ما أشوف عمر يعني بعترف قدامكم إن أنا حاولت أحط بتاع عشان ما أشوفش عمر بيكبر ابني يعني عنده توحد وكده وكل ما أشوفه أبكي وأحس إن أنا رمز يعني ظلمت وأكلمي لغاية ما شفت الست دي فحسيت قد إيه أنا عندي بريشس جداً وعندي تريجر جامد جدا وغيرت نظرتي لامور كتيره جدا جدا بقيت فاهمه يعني ايه مشكله حقيقيه ويعني ايه دلع ويعني ايه رضا ويعني ايه لسه كنت بقول للقنصل ان خطا ان احنا نسمي ست مبسوطه راضيه عندها رضا الكلمه دي حتى مش دقيقه. اصل الرضا بقى ممكن يكون عندي السكر وراضيه. عندي كانسر وراضيه. لا شيء يزهقني. يعني انت كان يقول كده هي انا جالي السكر بسعاده. هي سعيده هي شايفه ان هي ريتش وشايفه ان بتقول لك ربنا ما حدش حد قدي. ديفينتلي اتس ا فاكت. مش بتقولها بتمني او في حاجه ذهنيه كده ساعات نقنع نفسنا لا شيء هي مقتنعه تماما انها الله لم يحب حتى حاله مش الرضا بقى حاله الساتسفاكشن رضا بقى صح؟ لا حاله الاحساس بانها بريست بانها منعمه دي ما بيوصلهاش الا ناس على درجه عالية جدا مش من الإيمان بس من الرقي الذهني من الذكاء من الوعي من الثقافة. ست مبسوطة إحدى أكثر الناس ثقافة ووعيا في المجتمع المصري مش أكثر إنسانة راضية ومسلمة فقط ولكن على مستوى الآي كيو بتاعها مرتفع لأنها فهمت معنى كلمة مشكلة بالمعنى الحقيقي مش بالمعنى الدارج ان الفقير اللي عنده مشكلة مش هي مجرد ان انت بتعرف تشوف
ومقالات، وهي لما كلمناها واحنا في المنيا وكنا بنفتح المستشفى الجديد تقول لي تعالي، كلمتني 50 مرة كل شوية تقول لي تعالي عشان نشوفي عطية ربنا، عشان نشوفي عطية ربنا لازم تيجي. وللأسف ما قدرتش أروح، ومدينة لها بكتير ولازم أروح لها وأتعلم منها وأخذ منها بركة. ستة عظيمة ولازم كلنا نتعلم منها. عايزة أتكلم عن فكرة الخادم، كلمة الخادم. دكتور جمال قال أنا كلمة راقية وكلمة رفيعة، لأن خادم القوم سيدهم. هي كلمة الحقيقة أنا هكلمكم من منظور مسلمة. كيف ترى في الأدبيات المسيحية كلمة خادم وكلمة إخوة أخرى؟ الطفل أو أي حد ابن عقيدة معينة بيكبر يقول الكلمات يمكن ربما بدون أن يتأملها لأنه هو عايش فيها من طفولته. لكن الآخر لما يبص عليها يتأملها من منظور واعي لأنه سمعها وهو كبير. فأنتم ممكن تكونوا بتقولوا كلمة خادم من طفولتكم أو كلمة إخوة الرب من طفولتكم بالتقليد وبال يعني بتقولها بالطبيعة بدون اسمها إيه يعني عبراتي كده. لكن الحقيقة أنا ليه بحب الكلمة وليه مختلفة عن وزنتنا؟ إحنا عندنا في الإسلام نقول العبد اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا يدينا الشخص بيجي يدي بيعطي لحد، فش أنا ببقى لما بدي إيديا فوق واللي بياخد إيدي تحت، مش كده ولا إيه؟ صح؟ يبقى اليد العليا خير من اليد السفلى، يعني الذي يعطي أفضل من الذي يأخذ. وبناء على هذا يعني المنطق المسيحي عاكس، أنا بعرف إن أنا عاكس الموضوع. أي نفس المعنى إن اللي يعطي أحسن، بس إزاي قالها؟ مخلي الفقير أعلى إخوة الرب، يعني كأنه في مصاف الآلهة. وأنت إنسان هتعطي، فأنت عشان تعطي لازم تعمل كده، لازم ترفع إيدك فوق، لأن هو أعلى منك، الفقير أعلى منك. طبعًا في مكان ميتافوريكال، بنتكلم مجازيًا، الصورة الثانية مجاز وفيها تحديد أو إعلاء لقيمة الفقير، أن الفقر لا يقلل من شأن، لأن السيد المسيح نفسه كان يعرف النضارة وما كانش ملك الملك بالمعنى الروحي مش بالمعنى الفروة يعني والسلطان إلى آخره. فكأنك أنت حينما تعطي فأنت بتعلي يدك، أنت الفقير هو اللي بيتفضل عليك ويأخذ منك مالك وبينزل لك إيده عشان ياخد منك مال. فإذا أنت بتعطيه فأنت تعلي تعلو عشان تقدر تطوله وتديله، لأن هو فوق في مصاف الآلهة. وفي نفس الوقت نزل القيمة، مش نزل القيمة، نزل المعطي من قيمة نفسه وجعل نفسه خادمة. فكأنه بدل ما أقول أنا بساعد وأنا بعمل وأنا مش عارفة كذا، أنا بخدم بتواضع وبيخدم. أنا الكلمتين دول كشاعرة طبعا بتكلم يعني لانجوج شويز يعني عجبني جدا وحاسه ان فلسفتهم عاليه قوي قوي. الشخص يبقى خادم وبهذا النطق يخدم. وانا الحقيقه ده شفته مبكرا جدا في فريق عمل، يعني بلاقي ساعات الفريق عمل فيه مسيحيين ومسلمين، بلاقي شاب عنده 20 سنه يقول لي معلش استاذ مش هقدر اجي بكره عشان انا ولادي طالع بيهم مش عارفه او الاولاد السن ده انت عايز تتجوز انت عايز يقول لا عندي 28 ولد اللي هو يخدمهم ويبقى مسؤول عنهم روحيا وعلميا وصحيا وكذا وكذا. فكرة دي نفسها فكره عبقريه جدا. وانا اتمنى وكتير اتكلمت في محاضرات وفي ندوات ومقالات ان نفسي فكره الخادم دي، فكره الخدمه دي
لا لا يعني تخرج من الإطار أنها تبقى بالأدبيات المسيحية فقط وداخل الكنيسة إلى أن تصبح فكرة مصرية، فكرة إنسانية. كل إنسان مسؤول عن إن شاء الله 10 أشخاص. يعلم أنا شخصيا بعمل كده، يعني أنا في حياتي العادية بعمل ده، اكتشفت بعمل ده من زمان قبل وأنا صغيرة، من قبل ما أفهم فكرة الخدمة وإلى آخره، إن تبقى مسؤول عن كام أسرة، عدة أسر، مهما كان. إن أنا حد طبعاً دخلي محدود جداً وكاتبة ومرتبي 2000 جنيه في الشهر من الأهرام وفخورة بيهم جداً، ما فيش مشكلة. وأنتوا عارفين الكتابة مش، لكن هي قصة مش مال بس، في حاجات أهم الواحد بيديها زي وقته زي فكره زي كذا. اللي بيقى العطاء، يعني صور العطاء متنوعة ومختلفة جداً. فأنا نفسي هذه الفكرة، فكرة الخدمة، تبقى عامة وتبقى مصرية، يبقى كل حد مسؤول عن جروب. لأن أنا كمان مؤمنة بفكرة الانتشار. يعني أنا الناني بتاعتي الست العظيمة اللي بتدير بيتي، يعني يمكن شفتوها فيديوهات شهيرة جدا دلوقتي، اسمها عفاف جريش طه، ست من يعني معظم أسرتها من السلفيين او اخوان حتى الى اخره. فمن تعاملها معايا اختلفت. جت خدتها معايا اسيوط من شهرين ثلاثه، ورحنا دير لينيان فراشر. بكت والفيديو بينها، عيطت جامد جدا وخايفه، ورجعت انسان اخر. دخلت معايا دير المحرق ولفت، وكان اول مره تدخل دوت، وشافت مجتمع ثاني خالص. رجعت اختلفت. أنا هنا ما غيرتش إنسان، أنا غيرت مجتمع اللي هي فيه كله، لأنها أصبحت. كان أنا جوزي يقول لي عفاف بقت فاطمة نعم في المنطقة بتاعتها، يعني بتتكلم نفس الكلام اللي بقوله، بس أقدر مني في حاجتين. إنها بتدخل أماكن أنا مش عارفة، يعني ما عنديش أكسس معاها إني أدخلها، وبتتكلم بلغة أوضح من لغتي بالنسبة لي، لغة اللي بتعرف توصل فيها للناس دي. وبدأت الناس تتغير، وعندنا كان عندها ناس منقبات تتابع العقاب ورفض، يعني المهم إن حصل لها انلايتنينج. أنا هنا بذلت جهد مع شخص واحد، مش صحيح إنه شخص واحد، لأن دي مجتمع. كل إنسان في العالم مجتمع، مش شخص، لأنه عنده دوائر بيغير فيها، بيأثر فيها أسرته، ولاده، أصحابه، البواب، الكلام، أستاذه في العمل، أستاذه في الجامعة. كل إنسان في العالم، كل شخص في العالم عبارة عن سوسايتي، والدوائر دي تتقاطع. فإذا أنت نورت إنسان هو مش إنسان. أنا بعتبر لما بعمل حاجات على الأرض دي أهم بكتير من مقالات وأهم بكتير من الكتب. لأن الحقيقة أنا بكتب مقالات مين اللي بيقراها؟ نوت ماي تارجت، بيقراها مثقفين، يعني بيقراها ناس أوريدي مستنيين. لكن لما توصل لحد مما لا يقرأ، أنت هنا غيرت تغيير حقيقي في يور تارجت. دول الناس دي هم الأور تارجت في التنمية، وكل شخص منهم بينور اللي حواليه. فعلشان كده أنا فخورة جدا إن أنا خادمة في الراعي أم النور من فترة طويلة جدا، خادمة حتى وإن كنت مش بسعى يعني نفس الجهد اللي الناس بتعملوني بروح ويجي وكذا، ولكن أنا خادمة من منازلهم، بعمل على قد ما بقدر أفيد العالم علشان هذه الخدمة. كل طوبة في المستشفى دي أنا يعني شاهدة على بنائها، وكنت بعتبر إنها أحد أهم المشروعات اللي عملتها في حياتي كمعمارية بتكلم، يعني إحساسي إنها بقت جوهرة وذرة حقيقية في قلب الصعيد. شيء مش بسيط جدا، شيء كبير، سبيل كبير. الصورة هنا كنت بصورها هنا في مستشفى عادية، مش مستشفى عادية لو بصيت لمكانتها والأجهزة الإمكانياتها قصدي، والمكان اللي هي فيها في قلب الصعيد. فأنا مدينة بالشكر لكل إنسان حط طوبة في هذا الصف، لكل إنسان دخل مية لناس كانت بتشرب من الصف الصحي، لكل إنسان حط
ساهم في انه يعمل سقف للناس اللي عايشه في العراء في بلادنا في مصر. فخوره قوي قوي لكل حد. ده الموضوع بتاع كان في ليه فكره كنوزنا اللي بره مصر. انتوا ثروه حقيقيه في مصر، كان المقيمين هنا والمقيمين في سيدني والمقيمين في كندا والمقيمين في اي حته في العالم بره مصر وفي الامارات وغيره، المصريون خارج مصر هم ثروه حقيقيه لمصر، مش مجرد مواطنين بره البلد، لا ثروه حقيقيه لمصر. وانا لمست بكلم سياده القنصل في هذا الامر ان كتير جدا مش عايزه اقول كلمه كل اللي انا مخي عندي ما بيقبلش الكل، لكن يكاد يكون المصريون جميعا من خارج مصر شايلين هذا مصر ربما اكثر من المصريين، وسيكولوجيا لها سبب ان اللي عايش بره مصر يعني اللي عايش بره مصر عايش بقى في مشاكلها وعايش كذا، لكن اللي بره مصر عنده حته يلتي ناس كده هو غصب عنه، لما بيروح شغله في 3 4 دقايق وما يوقفش في الاشارات بيحس بالجلتي ناس تجاه المصريين اللي مثلا بياخدوا وقت طويل او بيروحوا كله في الشارع، لما يروح يطلع ورقه او تطلع غرابه يعني حاجات احيانا بيحصل كده في بعض البلاد بيروح يطلع حاجه وتطلع ورقه او معامله وتخلص في نفس اليوم. It happens. لما يحصل كده بيشعر باي حاجه، بيمشي في طرق منظمه، يمشي في طرق ما فيهاش ما حدش يتحرك ببنته، حاجات الف حاجه بيمر بيها بتخليه يشعر انه طب انا اخواتي في مصر عاملين ايه؟ الحته ده اخواتي، فبتلاقي دايما بيتابع اخبار مصر اكتر من المصريين. وإيجر جدا يصحى دماغه متبرمجه على توقيت مصر عشان يشوف حصل فيها ايه، انا شفت ده وعارفه ده. فبيبقى المصريين اللي من النوع ده الإيجر على مصر جدا دول والكين قوي على مصر دول بيبقوا ثروه حقيقيه لمصر. عشان كده انا ممتنه قوي لصديقتي وجارتي وحبيبتي وزيره الهجره الجميله دكتوره نادينا مصر، لانها منتبهه قوي للفكره دي وحريصه جدا عليها وبتسافر دايما تحاول تشد الناس دي لمصر تاني، وممتنه جدا للمشروع الاطلاق ومتوثقه الدوله المصريه دي العوده للزهور، لان هي الفكره انك تربط الاجيال الجديده الاجيال اللي انتوا الاجيال اللي هاجرت في جيل بعدكم الجيل الولد هنا. الجيل ده يعني لسبب او لاخر دماغه مؤلف من دماغنا، لان هم لم يتلوثوا بما تلوثنا نحن به من نزعات ثقافيه ومن الاسر ساعات تقعد يعني حتى غير المدارس وغير اللي بنشوفه في الشارع وكده، ساعات الاسر بدون قصد تمنع اولادها عن تعاش مع سيح، تعاش مع مسلم، مش عارفه كذا، حتى لو بتقولها ببراءه لكن ده بيعمل باريرز جوه جسم جوه عقل الطفل، فبيطلع حتى لو مش طائفي ان هو هيعمل هيرتكب حماقات، لكن من جواه خلاص هو عمل الفصل ده داخلي اوتوماتيكالي جوه مخه. بتوع هنا اللي بيتولدوا غالبا في الغرب وكذا مهما الاسر حاولت في المدرسه بتظبطه، لان هو قاعد جنب واحد بوذي وواحد قاعد جنب واحد زرادشتي وواحد جنبه قاعد كذا، بيعرف ان انا بتعامل مع انسان، وهي دي الرساله اللي احنا بنحاول نوصلها، احنا بنتعامل مع انسان. انا فخوره جدا بان الراعي المامور لما بتقدم خدماتها ما بتسالش ده مسلم ولا مسيحي، بتقدم خدماتها للانسان المصري. ده من الاسباب الاساسيه اللي مخلياني حريصه جدا ان اكون معاك وخادمه في وسطهم، لانها بتخدم الانسان بصرف النظر عن عقيدته اللي هي حاجه لا تخصك ولا تخص حد في العالم غير هذا الشخص بس. بتمنى ان احنا نكون على الدرجه الراقيه من التحضر ان احنا نصل الى الانسان، نصل الى الانسان ونعرف
يفرق بين انسان وانسان على الارض في الاكسجين وفي الهواء وفي الرزق وفي الملكات الانسانيه زي الذكاء وزي غيره. منح الجميع خيراته ولم يميز بيننا على الارض. فنحن مطلوب بيننا منا ان نفعل هذا وان نتعامل مع الانسان كونه انسانا ولا ننظر الى عقيده الناس. وانا دايما اقول لاصحابي ويقولوا لي يعني ما عندكيش عنصريه وما عندكيش طائفيه، انا عالمي بسيط، تقسيمي للعالم بسيط جدا. بشكر دكتوره ايناس على اللي عملته النهارده والتقديم الجميل جدا، تحيه كبيره ليكي بجد. شيء عالمي بسيط جدا، طيبين ضد الطيبين، بس هو ده التقسيم الوحيد اللي هو عارفه. بعمل ايه؟ الطيبين بتعامل معاهم، والاشرار مش بكرههم بس بنساهم حقيقي يعني مش بكلمني. لكن لو حد منهم احتاجني بكون عند طلبه فورا وارجع انساه تاني. لكن ما عنديش حسابات اخرى غير هذه، الطيب وغير الطيب. الانسان الطيب بمعنى طيب لها معنى تاني، فيها معنى في المصري طيب. طيب يعني انسان طيب، يعني نقي وراقي ومحط المفعول كله ايه؟ طوبى لانقياء القلب. فطوبى لانقياء القلب اللي بيشعروا بالناس، و ان شاء الله مشروع يكبر، وان شاء الله كل حد محتاج في مصر يلاقي يد كريمه. وبفكركم ان هذا المشروع مش بيخدم الفقراء. الفقراء ده حاجه جميله قوي، لكن هو بيخدم المعدمين عشان يبقوا فقراء. حاول اوصل الناس من تحت خط الفقر الى خط الفقر، لان بابا تواضع سوق يتكلم دلوقتي. انا قلت السعوديه في القنصل، هو بيقول القديسين محتاجين في مولاه القديسين يوصلوا فيها فقراء. هو مش كده ولا ايه؟ لان هو بيعتبر ان الذي يتحمل العوز وضنك الحياه والمرض والالام والجوع هو قديس، هو يقترب من درجه القديسين لانه تحمل كل هذا. فهو لما قال القديسين عشان كده بيسموه اخوة الرب في الادبيات المسيحيه. ربنا يعني قدرنا، قدر كل انسان انه يعطي مما اعطاه الله من مال ومن جهد ومن علم ومن ثقافه ومن الوقت ده حاجه كبيره برضه، من كل ما لديه لكي يساعد، لان ما فيش حد في الدنيا بعيد عن الاحتياج، ما فيش حد في الدنيا عنده كل شيء، ما فيش حد في الدنيا مش محتاج. حتى كلمه ذوي الاحتياجات الخاصه كلمه غير دقيقه، لان جميع البشر لهم احتياجات خاصه، كل انسان له احتياجات خاصه. ف بحيي كمان مدام جاد سيره مستر محفوظ نصر الله، لانه متبني الحياه اللي عندها يعني اسمها ريتاردد او سمع الضعف او المتوحدين والمنجل والاطفال دول، وعمل لهم مشاريع حلوه جدا. واحنا على فكره بكل اطمئنان وكل فخر وكل حب اقول ان احباط مصر من قديم الزمان من قرون هم من يدعمون هذه المشاريع في مصر، هم اللي على اكتافهم قام التعليم الرفيع. وانا فخوره ان انا تعلمت على يد مسيحيين مدينة لو بكل ما وصلت اليه. اول مدرس في حياتي كان مستر ويليام، كتبتها من قريب. واخر مدرس رياضيات الاهالي في كل دفعه هندسه مستر مونيس. وما بينهم مدينة لهم كلهم علموني. عمري ما كنت تربيت مدرسه مسيحيه، عمري ما حسيت ان انا مختلفه ولا حسيت بالتمييز ابدا. الطب في مصر لنا يعني مدينين لهم في كل المجالات، الصحافه وغيره. اخبار مصر هم المخزون الاستراتيجي للوطنيه والحب الحقيقي في مصر.
بتمنلهم وسعيدة جدا بكل المشاريع اللي بيعملوها، وبفخر قوي قوي ان انا ساعات يسمحوا لي ان انا اشارك معاهم في هذه البركة وهذه النعمة الكبيرة.